السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أفكار في الرياضيات. واليوم إن شاء الله رايحين نتكلم عن تمرين جديد، عن مشتقة الدالة. نبدأ على بركة الله. إذا كان هاء السين قابل للاشتقاق، وكان هاء الاثنين يساوي ثلاثة، وهاء فتحة للاثنين يساوي سالب واحد، أو مشتقة الهاء عند التنين يساوي سالب واحد، يعني ممكن أقرأه بقراءتين. جد قاف فتحة عند التنين. إذا كان قاف السين يساوي ثلاثة سين تربيع ضرب هاء السين ناقص خمسة سين. تمام، أنا عشان بدي أشتق قاف السين بألاحظ فيها أن أنا عندي عملية ضرب ما بين سين تربيع وهاء السين، فمعناته لازم أستغل قاعدة الضرب. احنا في عنا لما يحكي لي صاد يساوي قاف سين ضرب هاء سين، هذه كيف بنشتقها؟ بنقول له صاد فتحة تساوي، بنقول له الأول قاف السين ضرب مشتقة الثاني يعني هاء فتحة للسين، تمام؟ زائد بنقول له الثاني ضرب مشتقة الأول. تمام، هذه القاعدة حنستغلها في عملية الاشتقاق. إذا لما أنا بدي أشتق قاف السين عادي حقول له قاف فتحة، تمام، بهذا الشكل ما فيش فيها أي مشكلة. هن في عندي ثلاثة وبعمل قوس بهذا الشكل لأن أنا بدي أشتغل على هذه القاعدة. أول شغلة قاف السين أنا بإمكاني أسمي السين تربيع هي القاف، والهاء السين زي ما هي. الآن قاف السين يعني سين تربيع بخليها زي ما هي، هي عبارة عن الأول سين تربيع زي ما هي. ضرب الثاني، الثاني هو عبارة عن هاء السين، جيب لها المشتقة بتصير هاء فتحة للسين. تمام، الآن في عندي إشارة زائد، بعد بيقول لي الثاني هاء السين خليها زي ما هي، خليناها زي ما هي. ضرب مشتقة الأول، الأول عبارة عن سين تربيع، السين تربيع ايش اشتقاقها؟ اتنين سين، تمام؟ بسكر القوس، هل قلت في عندي هنا سالب خمسة سين؟ هي سالب خمسة، وايش اشتقاق السين؟ طبعاً واحد، تمام؟ بالنسبة لسين تربيع اللي ناسي كيف بنشتقها؟ لما أجي أنا أقول لك أنا قاف السين يساوي سين أس نون، هذه كيف بنشتقها؟ بنقول له قاف فتحة للسين حتساوي، مش بنحط النون هنا بنقول له ضرب سين أس نون ناقص واحد، صح ولا لا؟ معناته حيصير قاف السين لسين تربيع، هنقول له قاف فتحة للسين حتساوي، تحط الاثنين وبصير سين أس اثنين ناقص واحد، أي أن حصير اثنين سين، هيك بنكون احنا اشتقينا السين تربيع. حبيت انا اذكركم فيها وفقا لقاعدة الاشتقاق. الان بعد ما اشتقينا احنا عن طريق يعني قاعدة الضرب، بده هو مين؟ بده قيمة المشتقة عند التنين. اذا الان حقول له قاف فتحة عند التنين، وين في سين حنشيلها ونحط مكانها اتنين، اذا فيها هنا ثلاثة وهنا عملية ضرب، بدل سين تربيع حصير اتنين تربيع ضرب ها فتحة عند التنين زائد ها عند التنين ضرب تنين ضرب تنين بدل السين، تمام، الآن ناقص خمسة. بكل سهولة الآن حقول له قاف فتحة عند التنين تساوي هاي التلاتة، الآن اتنين أس اتنين أربعة ضرب ها فتحة عند التنين، أكما اداني إياها هاي ها فتحة عند التنين اداني إياها سالب واحد، تمام، زائد طب هاء التنين اداني اياها ثلاثة ضرب اتنين في اتنين اربعة، طبعا بنسكر القوس ناقص خمسة. الان حيصير عندي كالتالي، هاي ثلاثة مضروبة، ركز معايا، اربعة في سالب واحد سالب اربعة زائد ثلاثة في اربعة هتحكي لي 12، طبعا في هنا عندي ناقص خمسة. الان حيصير عندي ثلاثة مضروبة سالب أربعة وموجب 12 هتحكي لي 8 ناقص 5، الآن هتضرب ال 8 وال 3 مع بعض هيكون 24 ناقص 5، الآن 24 ناقص 5 هتحكي لي 19،
بتمنى تكون واضحة وما فيش فيها أي مشكلة إن شاء الله.